مصممة الديكور جومانا بدور موجودة مع نانسي وجويس بقلب استوديو جوا تتوافيكم أكثر عن تفاصيل البرادة والأقمشة وغيرها من المواضيع للي بيحب يغير ديكور بيته. هلأ لكم صبايا غنى، مزبوط مثل ما قلتي، البرادة بالمنزل هي اكسسوار بحد ذاته. اليوم اخترنا نحكي عنهم مع مصممة الديكور جومانا بدور ونعطيكم شوية نصايح عن نوعية الأقمشة والألوان اللي لازم تستعملوها اللي هي لها دور كتير كبير. بونسوار جومانا. بونسوار، كيفك جومانا؟ شهر جومانا الحلو شايفين؟ كثير بضوي. خلص نحن بدنا نصيف، كل العوامل الطبيعيه بدنا نصيف. جومانا رح نبلش نحكي عن انواع البراده، اكثر شيء شو بنستعمل؟ في كثير انواع براده جويس، في عندك الناس يلي بحبوا الكلاسيك. هلا اهم شيء نذكر انه الموديل تبع البرديه بده يلحق التيب الديكوراسيون تبع الانتيريور، ان كان بيت او مطعم او حتى مكتب، اني ثينج. سو حسب النمط يلي معتمدينه لهالديكوراسيون بدها تجي البرديه لحتى تكمل وتتمم. يعني هي عن جد انا دائما بقول الاليمون كلي المفتاح يلي بتنهي فيه كل هالاشياء الديكوراسيون يلي عملتيها وهي اللي بتلبس البيت. قد ايه بتكون سمبل اوقات، قد ايه بتقدر تعطي نكهه خاصه بالاوضه؟ حسب، بنرجع هون كمان على كيفيه الديكور. البيوت يلي تعتبر كلاسيكيه ويلي فيها فرش اكثر كلاسيكي ما فينا نحط لها برديه تكون باتو يلي بتطلع او بتنزل لو او السان سكرين كمان لوحدهم. وفي عندك البيوت يلي هن اللوفتس ويلي هن كتير مودرن واكثر الاوقات بيكون عندهم فيو حلوه، البي ويندو او الشباك ما بنحط له مرات ولا برديه، او اذا بده ينحط برديه بينحط مثل سان سكرين، او في منهم بحطوا بلاك اوتس بينزلوا بيطلعوا على الكهرباء في حال ما في ستور برا. اوكي. اذا البيت بين الكلاسيكي والمودرن لانه بيكون في قطع كثير ثقيله ديزانتيكيتي وكنبيات بلان تيسيو اكثر مودرن مع سجاد وبينتينغز ريليتد لهالكيل، بنجمع بين الاثنين بشكل انه نحط براده مع دراباج يكونوا درابي ومشغولين بأمبراس أو حتى بلا أمبراس، وبالنص في باتو أو فوال سادة. يعني بتختلف الموديلات حسب الانتيريور. على فكرة أنه البردية كتير كتير أساسية لأنه هي يا أما بتجمل المطرح اللي قاعدة فيه يا أما بتنزع الهيئة كلها، يا أما بتنزع الحال على الأوضة اللي بتكوني فيها. تخيلي أوضة ما فيها بردية قد ما تكون صغيرة بتحسيها كأنه ما في شيء، كأنه فاضية، بتحسي حالك أنه في شيء ناقص. مظبوط، في شيء ناقص. اكزاكتلي. طيب جومانا، الألوان قديش مهمة وال الزخاريف اذا فينا نقول يلي بتنحط على البرديه قديش هيك بيضيفوا حياه؟ بالفعل كثير. هلا في عندك العالم المتمم للبراده هو كل انواع الباسمانتري، هيدي رح نحكي عنها باذن الله جمعه الجاي. الباسمانتري كثير مرات التخاريج يعني بنزيدهم على البراده لحتى يعطوها غنى اكثر شيء، بيعطيها تقل وبيعطوها لوك فريمون كثير ريتش يعني للبردايه. وهون كمان مره استعمال التخاريج يا بتنزع البردايه يا بتحليها وبتعطيها حقها. في عندك التخريج الفرنج الصغار يلي بيجوا على اخر البردايه، وبردايه في عندك كمان ريدو وسوريدو، يعني بردايه بتجي من فوق وبردايه بتجي من تحت. طريقة خياطتهم بتختلف بين شخص وشخص. أنا مثلا عندي شيء بخاف لما نشوف السوريدو مخيطة تخيط بالبرداية الفوقانية. هون الخياطة بشكل البرداية كتير 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 ما فيني أقول لك، يعني البراد الحلوين والتبتين تبع البراد كمان بيعطي البرداية حقه، الشغل اللي بيصير على الإيد بيعطيها تقل غير شكله بتبين على المنظر وقتها تكون معلقه البردايه. كنت عم اقول لك انه الريدو سوريدو كثير اساسي نحترم انه يكون في برديه كامله، ما نوفر بالقماشات وبامتار القماشات وسوريدو كامله، ما نجرب ابدا نلزقهم على بعضهم. صح.
في كتير بيوت كنت عم أقول بين المودرن والكلاسيك بتكون الريدو ما بيكون في سو ريدو، ريدو واحدة بتجي بانو واحد ما بتكون مشغولة بأمبراس، يعني هيدا منكون عملنا شيء ان بتوين بالنص، لا رحنا كتير صوب الكلاسيك ولا رحنا كتير صوب المودرن. صح، هيدي كتير بعتمدها أنا بالانتريور يلي بشتغل عليهم. وبيكون في كمان مرة يا فوالاج يا فوال عادي يا باتويات من فوق، بالبيوت اللي مشغولة أكثر درابي من فوق، كثير مرات في ناس بحطوا درابي إذا ما عندهم كرانيش جافسين تحت حتى يغطوا الزم تبع البرداية. في عنا شواء كثير كبير جمانة، قبل ما نكفي حديثنا أنت وجويس عزار بجولة على أنواع البرادة، خلينا نشوفه سوا بهالتقرير. أوكي، بونجور اهلا، كيفك؟ اهلا وسهلا فيك. بدك تخبرنا اليوم نحن عندك بالاتوليه لحتى نشوف الموديلات المختلفه للبرادي يلي عم نعتمد اكثر شيء بالبيوت والانتيريور بايامنا. صرنا عندنا برادي بوال وبرادي قماش مبطنه فانيل ومبطنه بطانه. بنحط برادي داخليه لهون مثلا الا نحن ريدو ومن الفيها فينا نحط لون ثاني برديه مثلها من الا سيريدون مثلا انه بتناسق مع الوان الفرش الموجوده. احيانا بنحط تخاريج احيانا ما بنحط تخاريج حسب الموديل المطلوب. على الدكبيل اللي فوق احيانا بنحط احيانا ما بنحط اذا كان في شغل جبصين كرانيش مثلا في ديكور بالسقف بنلغيها هي الشقفه. اكثر شيء بنحطها بتعطي منظر وبتغطي لنا السكك الموجوده للبرديه. هيدي سلايدنج فينا نعملها سلايدنج برديه عاديه بدون هالسيستم كله. مزبوط. وبنفس الوقت فينا هاي سلايدنج نحطها محل فوال، محل زي ما نعمل الفوال المزموم هيك فينا نحط هيدا السلايدنج. وبنفس الوقت السلايدنج هيدا فينا نطرز السلايدنج. مزبوط. فينا نطرز بانويات تطريز مرتب حلو بيجي من تحت البانويات. وبالنسبة للسان سكرين، هلا السان سكرين هيدي إذا كان السترات ما في سترات في شمس كتير حتى نحمي البرادة من الشمس بيجي هيدا السان سكرين. في عنا بيجي السان سكرين فينا نعمله مانوال على الإيد وفينا نعمله على الكهرباء. مزبوط. وفينا نعمله بلاك أوت هيدا. صح، بيعتم مثلا 100% إذا كان غرفنا. لما نقول بردية أمريكان ستايل، ستيل أمريكان، شو يعني بالضبط؟ هلا إجمالا كل البرادة اللي بتركب ما بيكون فيها كورنيش جبصين أو شيء بيغطي الشريط الزم وبيغطي الحديد تبع البردية. نعم، بيقولوا لها أمريكان. بس هي نفس القصة، مش إنه الأمريكان كله أمريكان، في أمريكان حسب الزمة، حسب ما يزم القماشة. مثلا في عنا هذا السيستم، هيدول شرايط الزم، هيدا شريط الزم تبعهم عدة موديلات فيه. هيدا السيستم اللي بيكسر هيك، هيدا بيكون بهالشكل، هيدا الشريط له كبشة كبيرة حديد. اوكي، هيدي بنزمها بتصير بهالشكل، هيدا هيدا امريكان، بتتعلق بتغطي الحديدة هي ومسكرة البردية. مرسي كتير كبيرة معلم جاش كرباج لك على كل هالمعلومات الغنية، عرفتنا على اشياء ما كنا بنعرفها بالبرادة. اهلا وسهلا فيكم. ثانك يو كثير. اهلا وسهلا، وان شاء الله تكون امنا بالوجه. اكيد واكثر. ثانك يو. يعني يا جمانة بيقولوا مثل بيقولوا عالم كبير البرادة، يعني ما عندك شو معين وفيكي من حيالة نوع قماش تفوتي على كل ستايل. خلينا نحكي شوي عن البرادة يلي بتصير سير كوموند، يعني نحن لما بدنا نطلب او نوصي على برادة كيف على اي اساس بيصير التنسيق؟ اكيد هلا لما بتفوتي على محل اقمشة بدك تنقي
ماشي للكنباية، ماشي للبرداية، فرطت بتضحك جويس. بدنا نشوف كيف بدنا نظبط هالبرداية لحتى يتناسقوا سوا. في كتير عندك بالقماشات شيء بنسميه أردني، يعني بيكونوا مثل أنسامبل مع بعضهم، بيتناسقوا مع بعضهم، ودغري بيلبقوا لك لإله القماشة الخاصة بالبرادي، بيكون في سكشن كامل لقماشات البرادي. هون حسب الشخص، وأغلبية الأوقات مهندس الديكور هو يلي بيلعب دور أساسي فيها. ما منروح صوب الأشياء يلي كتير كلاسيكية، إنه أخذنا هالقماشة للكنبية وهي للبردية. مرات كتير منزيد كاستمايزد تاتش، يعني فيك تزيدي تخلطي أو تدمجي عدة قماشات مع بعضهم ببردية واحدة، بمجرد ما إنك تعملي سترايبس ألوان حسب كمان مرة كيف الأنتيريور. مرات كتير للأنتيريور الكلاسيك من داخل التطريز بينعمل رسمات ألافانس حسب قياسات وموديل البردية، وبيتنفذوا بالأتوليات لحتى تطلع البردية ما في منها بأي انتيريور تاني. دونك هيدول تاتشز بيضيفوا كمان مرة ريتشنس للبرادي، و يكون الشخص عنده كمان بدايه شيء مختلف. مزبوط صح. بس بدي اقول شغله، انا هلا عم فكر انه كنت عم بقولها لجومانا جويس، قاعد بين جومانا وجويس، انه هل في مثلا شيء دارج بالقماش او الشكل البرديه؟ قال كل شيء دارج حسب كل شيء دارج بالفعل. عن جد نانسي كل شيء دارج، يعني فيك تعملي برديه خوطه كومبليتلي كلها دانتيل، وهلا في كثير القماشات يلي بيتفتح بقلبهم هيك بتحسيهم اون 3D. في عندك الفوال العادي، القماش كله فريمون، يعني عن جد كثير صعب بكم دقيقه نحدد شو هن كيف لازم تنشغل برديه معينه او شو اكثر شيء بينطلب. لانه ببيت واحد في يكون عندك 10 تايبس اوف كيرتنز، 10 موديلات مختلفه حسب بأوضة الأولاد، بتشتغلي على مود مختلف بأوضة القعدة، تي في روم، بالصالون، وين ما بتستقبلي العالم، يعني كل بالمطبخ. مرات بتحطي برادي بالمطبخ، في كتير بحطوا الستورات اللي بيجوا مثل الخشب، وحتى التكنولوجي هلا شفنا انه دخلت كمان وصلت للبرادي، صار في برادي على الكهرباء كمان. طبيعي هلا كل الاشخاص اللي ما قالوا اللي ما قالوا رجليتي، وهلا صار في عندك هلا هيدا السيستم الاوتوميشن سيستم كمان رح نحكي عنه بغير حلقه. مش بس البرادي رح يكونوا على الكهرباء، بيتك كله بتفوتي بتضوي الأدوية، بيطلعوا الاستورات، بيطلعوا البرادي اتسيتيرا، يعني طبيعي انه شو رايك على طول تطور؟ شو رايك ديكور كثير حلو، يعني بيطلع باله واحد يلبس بلا كم وشورت بعد شوي جولي كثير حلو، والاناره حلوه، وايم شور انه بكره لما نطلع لبرا رح يكون بعد احلى واحلى اكيد مع هالفيو الموجود قدامنا. شو لكن جمانه ميرسي لك، اهلا وسهلا فيك، بنشوفك ان الله رأى الاسبوع المقبل. انا بس بدي اقول يلي حابب يسالني اي سؤال او حتى يبعث لي صوره لاوضه مش عارف كيف يحط البراده فيها، انا فيني ساعده اكيد. الايميل تبعي هو jumana@jumanabadour.com ماي ويب سايت، والتويتر jumana_badour. ستتعرفوا مشاهدينا كيف تتواصلوا مع جمانة، وبتعرفوا كمان كيف تتواصلوا معنا نحن عبر تويتر وفيسبوك، وتحضروا كمان حلقاتنا على يوتيوب.